انا بطلب نداء من وزير الاسكان، بطلب نداء من وزير من محافظه القاهره. احنا متضررين مساكن النهضه عمليه 1640، احنا 8700 اسره. ال 8700 اسره دول ما خدوش اي ورقه لغايه دلوقتي، ولا في اي ورقه يدل ان الشقه دي بتاعتهم، ولا فيها شبابيك ولا فيها بيبان، وفيها اطفال. وصلنا نور، وصلنا ميه، مفيش صرف صحي، مفيش امان في المنطقه ذات نفسها اللي احنا قاعدين فيها. اقل واحد من الناس اللي انت شايفهم ورا مني دول بيشتغل ب 20 ب 30 جنيه، هياكل عياله ولا هيدي البلطجيه اللي احنا بنشوفها، ولا الفلوس اللي بيلموها عشان نعيش في امان؟ فاحنا بنطلب من رئيس الوزراء اللي احنا نشوف لنا حل، او مجلس الشعب، او المجلس المؤقت اللي احنا اقتدناه، او استاذ اشرف ثابت امين عام مجلس الشعب، يا ريت تبص للناس دي، يا ريت تبص للناس اللي قاعده في مدينه النهضه، مدينه السلام، مدينه النهضه عمليه 1640. يا ريت حد يبص لهم الناس دي، عشان الناس دي عايشه في ضياع في ضياع في ضياع، في اطفال كتير، ولا في مدارس بيروحوها، ولا في اي حاجه بيروحوها. العيال بقالهم سنه من الناس دي ما حدش بيروحها مدارس. يا ريت يا ريت يا ريت يبصوا للمنطقه دي، وخصوصا اللي اي حد منهم يجي لنا يدينا ورق واحنا نستلم الشقه على كده.